جديد، كل بيت معني بهذه القضية. قضية التعليم هي قضية المستقبل أيضا وليست قضية الحاضر فقط. البيوت المصرية مستنزفة بانشغالات متعلقة. مدارس، هل يتم إعادة الاعتبار إليها أم لا؟ تكدس فصول، علاقة سيئة مثلا بين ولي الأمر والتلميذ والمدرس اللي هو المثلث اللي يجب أنه تكون العلاقة وثيقة جدا بين أضلاع هذا المثلث. كمان مشاكل مناهج التعليم، الدروس الخصوصية اللي تحولت إلى مؤسسات بديلة تسمى السناتر، بديلة لمن؟ بديلة للمدارس، وبتشتغل معاها الساعة 8 الصبح أو قبل كده كمان. يعني في مشاكل تانية متعددة بأحوال المدارس نفسها، بس كمان في مشاكل أهم. طيب هو إيه شكل التعليم في مصر؟ طب شكل التعليم في مصر هل يضمن تعليما يتمشى مع التطور الحادث في المجتمع وفي المجتمعات ويطلع لنا نماذج يمكن أن تكون مبهرة، ولا تعليم تقليدي يعني الناس عايزة تنجح وتصل إلى الموقعة التقليدية هي موقعة الثانوية العامة؟ صراحة شديدة التعليم في مصر هو ثانوية عامة، والبيوت بتتأهب لموقعة الثانوية العامة وتعلن فيها حالة الطوارئ، والواد جاب مجموع كام هيدخله كلية ايه، لكن المجتمع هل بيستفيد من هذا النظام ام لا؟ وزير التعليم الجديد منذ ان جاء، يعني هو لم يعد جديدا طبعا، لكن منذ ان جاء حينما تم تعيينه الدكتور طارق شوقي قال بوضوح شديد يعني خطة تطوير التعليم هي اهم ما يشغلني. نعم هي تشغلنا جميعا. طب خطة تطوير التعليم ما هي؟ وازاي نخلي البيوت تتفاعل معاها ببساطة شديدة؟ وكمان هل خطة تطوير التعليم لو في بقى مشاكل وأزمات تنشأ يوميا في المدارس وفي الأزمات التقليدية كيف نتعامل معها؟ كل ده هنتكلم معاه مع سيادة الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فن. طيب خلينا نجمع أولا نشوف لما نقول نظام التعليم في مصر يعني شايفه يعني نظام سيء ومظلم ويحتاج إلى تطوير، ولا يمكن أن يبنى عليه؟ يعني بص حضرتك، أي نظام فيه نقاط مضيئة طبعا، ومن من كل النواحي، من المدارس، من المعلمين، من الطلاب. بس لا، احنا بمنتهى الوضوح شايفين انه وصل الى مرحلة تقتضي تدخل جراحي طبعا، لانه مصر محتاجة تتنافس مع الدول المحيطة بينا حول العالم. مستقبلنا كله معتمد على دخولنا مجتمعات المعرفة والابتكار والإضافة ليه. ما نقدرش نعيش بهذا النمو السكاني واحنا مش قادرين ننتج بما يكفي لتغطية تكاليفنا، ونقدر يعني الحياة الجيدة اللي بيطمح إليها الناس لأولادهم وأحفادهم تتطلب إن احنا نبقى مؤهلين وكفء جدا بننافس مش بعض هنا، بننافس زمايلنا اللي في دول العالم كله. فمحتاجين فعلا نحس بخطورة الموضوع، خطورة الموضوع إن احنا نضخ في سوق العمل شباب غير قادر على هذه المنافسة. دي غلطة الكبار اللي عملوا النظام ده، اللي بيطلع شباب مش هم اللي اختاروا الطريقة دي في التعليم أو في التقييم أو في المدارس أو كده، فطلعوا مش مؤهلين فيبتدي يعيد تأهيلهم. ده بيكلف الدولة كذا مرة، مرة في التعليم العام والجامعي ثم إعادة التأهيل تاني، وبعدين ما بنقدرش بقى نوصل لمرحلة التنافسية الحقيقية. طيب إذا